حكاية أمل مشرقة تسطع على لوحاته بزرقة السماء الصافية وخضرة تبعث على التفاؤل بنقاء نفس وحلم يغدو قريبا. علي ابن 26 مثال للنجاح والإصرار على الحياة النقية لمصاب بالتوحد، يزرع الابتسامة والحب من حوله ليثبت بعفوية ورقي أهمية دمجه في مجتمع إنساني متكامل. قصة علي مع مراسلة أخبار الآن من لبنان تريسي أبي أنتون. أنا اسمي علي تليس، عمري 26 سنة، أنا من ريتيل المنطقة تبع علبك. شو بتحس أكتر شيء أنت بميزك؟ لأنك مميز جدا يا علي. أنا بكون مميز جدا، يعني أنا بكون مبسوط. علي ليس مميزا وحسب، علي هو باقة من المواهب تكونت في داخل مصاب بمرض التوحد، تم تنميتها بعناية وبمتابعة متخصصين فأزهرت فنا وإبداعا. علي هو رسام يحب الطبيعة والألوان، وأعماله جالت معارض لبنانية منذ العام 2010. خبرني قد ايه بتحب الرسم؟ بحب الرسم كتير لأني برسم. الرسم شو بحسسك؟ شو بخليك تحس؟ بخليني أحس إنه كتير برسم وبتفنن. بتفنن؟ بتنبسط بتعبر؟ كتير. شو بتحب ترسم أكتر شيء؟ بحب أرسم الطبيعة. ليه الطبيعة؟ لأنه هاي الطبيعة تبعت الورود والشجر والسما بتخليك تكون مبسوط يعني؟ إيه ضل مبسوط. لا تختصر موهبة علي في الريشة فقط، إنما تتعداها إلى الشاشة حيث شارك في أعمال درامية لبنانية. أول شيء مثلت في حلو الغرام، وبعدين مثلت في فخامة الشك. بيعذبوك شيء بالتصوير؟ ما بيعذبوني أبداً. وبين رسام وممثل، علي يحب الموسيقى ويطرب أهله وأصدقائه بالأغنيات المحببة على قلبه. بحب أعدل بكي وبحب غني وبحب مثل. يمكن رح قول ما بقول. بثلاث عبارات يصف علي تصوره للمستقبل. أنا بدي أصير إنسان عظيم ومشهور وكل الناس بتحبني. تحت كنف الجمعية اللبنانية للتوحد والتي ساهم أهله في إنشائها، نال علي الرعاية اللازمة الأكاديمية والفنية، ما مكنه من نيل نوع من الاستقلال الذاتي والمادي. كل سنة ببيع لوحاته وبتبرع بنص المبلغ للجمعية، يعني علي صار هو أحد المتبرعين للجمعية، ومش بس هيك كمان صار عنده مردود مادي، وهيدا الهدف منه إنه نكون نقدر نشتغل مع أولادنا اللي عندهم توحد ونوصلهم قد ما بيقدروا يوصلوا ليكونوا أشخاص فعالين بالمجتمع ومنتجين كمان. أحبك أحبك يا أمي. أما في المنزل فعلي هو الحساس والحنون ومصدر الطاقة الإيجابية، فما السر وراء ذلك؟ اللي ساعد علي أنه أهلي آمنوا بعلي وكمان يعني ما خبوا، هو الفكرة أنه ما لازم يتخبى الولد اللي عنده توحد، لازم يظهروه على العالم، يفرجوه، يعرفوه على كل قرايبه أصحابه whatever، لازم يطلع لبرا ما يضل مخبى. فهذا اللي بيساعد على الدمج، بيصير قريب للإنسان الطبيعي إجمالي. الابتسامة لا تفارق وجهه. علي في سيرته وحقيقته حكاية أمل مشرقة. في اليوم العالمي للتوحد تضاء معالم مدن العالم بالأزرق، تعلو الأصوات للتوعية على الكشف المبكر، وتتوالى الدعوات للمطالبة بحقوق مصابي التوحد بالدمج الاجتماعي. من بيروت تريسي أبي أنطون، أخبار الآن.